صباح الخير، معاكم نورهان دويب من برنامج يوم سعيد. هعمل معاكم النهاردة فطار صحي ولذيذ. هنعمل مع بعض فلافل راب. المكونات هتظهر معاكم على الشاشة وانا برضه هقول لكم المكونات. كل اللي احنا محتاجينه عيش اسمر بلدي، ممكن نستخدم عيش تورتيا، وهنستخدم عجينة فلافل، جرجير، شيري توميتو وزيتون اخضر، حبة البركة، وهنعمل كمان صوص طحينة. صوص الطحينة مكوناته طحينة وملح وكمون، خل، ليمون ومية. يلا نبدأ مع بعض. أول حاجة هنبدأ بيها هو العيش. استخدمت عيش أسمر، من أفضل الأنواع العيش اللي احنا ممكن نستخدمها هو العيش الأسمر بدل العيش الأبيض، عشان العيش الأسمر غني بالألياف، فالألياف دي بتملى في المعدة، بتساعدنا على الهضم وبتحافظ على مستوى السكر. بعد كده هجيب عجينة الفلافل وهبدأ إن أنا هدهن العيش بعجينة الفلافل كده. هنا اعتمدت ان انا الفلافل مش هقليها وهعملها على النار. هدهن كويس قوي، هتأكد ان عجينة الفلافل متوزعه على العيش كله. بعد كده تمام كده بقت جاهزه معانا. اهم حاجة المقلاية تكون سخنة، احط عليها برضو اويل. وبعد كده هنزل بعجينة الفلافل اللي عندي وهضغط، هسيبها بقى تاخد وقتها وتستوي، وهبدأ بقى كده ان انا هجهز سلطة هعملها معاها. مكونات السلطة اللي انا هعملها: جرجير، وهحط معاها شيري توميتو، وهحط زيتون اخضر. الفطار كل ما كان غني بالألياف كل ما كان مشبع أكتر وهيشبعنا فترة طويلة. ومش بس كده، كمان الفطار كل ما كان متكامل وفيه البروتين والدهون الصحية والنشويات هيدينا طاقة وهنفضل شبعانين لأكتر وقت ممكن. كده السلطة عندنا هتكون جاهزة. أنا مش هحط عليها أي حاجة لأن أنا هستخدم صوص الطحينة. هبدأ أشوف الفلافل بتاعتنا. طبعا من اكتر الاكلات اللي عندنا مشهوره اللي كلنا بنحبها هي الفلافل. كده حولنا الفلافل لطريقه صحيه وسعراتها الحراريه قليله، اكلنا فلافل ومش مقليه. نفضل نضغط عليها عشان خاطر تستوي. كل ما بدأنا نضغط أكتر كل ما بدأت إنها تستوي معانا. بقول لكم ريحتها طلعت، وبجد الريحة هبدأ إن أنا أشوف بس لونها كده. لا، محتاجة تتحمر شوية كمان. هي ما بتاخدش وقت خالص كده. تمام، بس عايزة أحمر العيش. هحمر العيش. بجد عايزه اقول لكم ان احنا بدايل بسيطه ممكن نعملها وهنحول الاكله لاكله صحيه. خلاص كده جاهزه معايا، حطها هنا في طبق التقديم. بعد كده بقى هحط عليها السلطه اللي احنا عملناها، الجرجير. عايزه اقول لكم ان الجرجير بجد مصدر مهم جدا وحلو جدا للشعر، لان الجرجير فيه ماده اسمها الكيراتين، وده كده البروتين اللي بيتكون منه شعرنا وضوافرنا. فحلو قوي ان احنا ندخل الجرجير في الوصفات بتاعتنا، وطعمه كمان لذيذ. حط عليها كده جرجير. يعني اهم حاجه كده بحب شكل الطبق يكون شكله حلو. حط الزيتون بتاعنا،
بعد كده بقى هحط صوص الطحينه. الطحينه كمان يعني من افضل مصادر الدهون الصحيه اللي احنا ممكن نعتمد عليها. الطحينه مصنوعه من السمسم، والسمسم كده غني بالكالسيوم، السمسم فيه كالسيوم اكتر من الموجود في اللبن. وهحط كده على الوش شوية حبة البركة. وبكده وصفة الفطار بتاعتنا جاهزة النهاردة، يا رب تكون عجبتكم وصفة فطار صحية ولذيذة. ودلوقتي هينزل معاكم على الشاشة وصفة الغداء عشان ما تحتاروش تعملوا غداء ايه. ان شاء الله اشوفكم في حلقة جديدة من برنامج يوم سعيد.